اسمي المعدل الكوري محمد سالم، لاجية صحراوية وابنة أحد ضحايا الاختفاء القسري بالسجون البوليساريو، حيث قتل والدي تحت التعذيب من طرف قياديي البوليساريو، ولا زلت أجهل دفن رفاته. أترافع أمامكم باسم المرأة الصحراوية بمخيمات تندوف بالجزائر، التي تعتبر مرتعا لكل الممارسات الحاطة من كرامة النساء كالعنف الجسدي والنفسي والاغتصاب والزواج القسري والاستغلال الجنسي من طرف قيادات البوليساريو. بهذه المخيمات تعاني النساء ذوات البشرة السوداء من ممارسات العبودية من طرف قياديي البوليساريو، حيث يتعرضن للاضطهاد والحرمان والاستغلال بالأعمال الشاقة ضد إرادتهن بهذه المخيمات. توضع النساء الحوامل في إطار علاقات خارج الزواج رهن الاحتجاب في السجون خاصة بهذه المخيمات. تتحول المرأة إلى مجرد آلة للإيجاب بغرض تعزيز صفوف البوليساريو والرفع من كمية المساعدات الإنسانية. حتى التلميذات الصحراويات اللواتي يتم تسفيرهن إلى مدن الشمال الجزائرية تحت ذريعة متابعة الدراسة يجدن أنفسهم ضحية الاستغلال الجنسي من طرف شبكات الدعارة المرتبطة بقيادات البوليساريو. ولعل متابعة زعيم البوليساريو إبراهيم قالي أمام القضاء الإسباني بتهمة اغتصاب الشابة الصحراوية خديجة محمود يلخص همجية تعامل مسؤولية لرابوني مع المرأة الصحراوية. صمتكم يدوم ومعاناة النساء الصحراويات بمخيمات تندوف ودعمكم لهن يحول دون إفلات مقتصبيهم من العقاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاري فيكم ياك لباس ياك خير. أنا اللي نتكلم عن موضوع والدي. أنا قال لي المعلم الكوري محمد سالم، نتكلم عن روحي وعن جميع الضحايا اللي ضحاوا في السجن الرشيد في المخيمات اللاجئة في تندوف في الجزائر. أنا ذي تراعوا فيا قال لي المعلم الكوري محمد سالم، وامي ددو متزروق لسيدي العمر. وامي انطلقت 1977 شهر 2 وانا جايب سنين نزلت في الكرش، ومنين جابويا طالقها عسكري موريتاني، واحد من عسكر موريتان طالقها على قنضها عائلته جايبها مشرفها لهلها، طلق معاه وتا عسكرية عليها دو ست يعرفوها كاملة، تعرفها قيادة الجبهة كيعرفها ولا البوهالي، ويعرفها أدى والحمام ويعرفها مهمد والزي وصابوات. ذيك الوتة العسكرية تعرفها الناس كاملة، عليها دو ست وعليها 7 مدافع وفيها أثل تصرع وفيها عائلة حوية من حمام ولدها، وفيها والد تدد ومتزرق لسيد العمر، وفيها النقية من محمد سالم ولا جداتي، وفيها أخوتي 2 ماما والقاضي أكبر مني، وفيها والدي يرحمه إن شاء الله ويوسع لي، وذاك اللي مونك به والدتي الله ان شاء الله يجعلوا له برود وجنه. والله ذاك اللي ظلموا وعدموا في مقتبل شباب الله لا يشرب وراه اللبن، الله يعملوا ان شاء الله لا راني له في الليل الصحق حق استاذه وفي النهار قلاد. منين جاء 1977 شهر 2 واول ناحيه سبق فيها تسبق في الناحيه الثانيه اللي عليها ولي البهالي ويعرفوا. منين جا السبيطيين جاو للمخيم في السبيطيين وعدلهم احتفال فيه السنية بسم احمد مرحبا وفيه البشير ذو السيد هو المعدل ويعرفوا ذاتا. منين جا فوت 4 ليالي بالحساب، الليلة الخامسة جاوه جاهد ذو الحميم فاندرو فارو اللي جايب في الوتر اللي جايب هو عسكرية جا فيها ذو الحميم وقال له عن جبهة الدولة وعن دور يسدروا في مؤسسات الدولة وعنه ذا كامل قيم معاه. ومنين قيم مات لولا أضريك. أنا ما نحمل أي حد بالمسؤولية، نحمل ذيك الناس اللي كانت نقالها اللجنة التنفيذية في المخيم هي اللي تنفذ وهي اللي يجي من عندها الأوامر. أنا أبويا مشى ذيك الليلة ولا أرجع وأنا في كرش أمي 4 أشهر بيا، حرموني من بويا منزلت في الكرش. وأضريك فاتت على موته 45 سنة ميت ما عارفين منين مدفون، ولا عارفين علاه مكتول، ولا عارفين من هو الكاتل، ولا عارفين باطل لا منين هو قبر. أضريك الناشد منظمات الحقوقية والحكومية والغير حكومية ومنظمات حقوق الإنسان أعلنهم يساعدوني في ننتر أقبر بويا ونقدم ذيك الرجال اللي عدت له ذا والله رجيج للعدت له ذا نقدمها للعدالة.
ما ندور الشعر بالجبهة، ما لنا مندسين، ما لنا عملاء، ما لنا مقاربة. جينا من أجل ديك القضية، متنا عليها، ماتوا عليها باتنا وماتوا عليها أماتنا، وخلينا عليها ودرينا. والصحراء ما هي الحد عن حد، يقال الصحراء خاصة أهل حق وخاصة تبتنا على الحق. أنا ذي نحرمت من بويا ونكتل بويا وندور حق بويا من ذاك العدل ولذاك. ماني ضد القضية ولاني ضد الشهادة، معاذ الله، بيوم دي الشهادة منهم بويا قدموا وعطاهم من أجل ذي القضية. ندور حقي من ذي الرجال العدلة لهم ذا، ذي الرجيج للعدلة لهم ذا، ندور منهم حقي. واحدين منهم مازالوا حالا مجمعين في الحمادة، ومازالوا حالا يقودون مسؤولين، البشير والسيد سيد أحمد البطل، إبراهيم قالي. هذا الرجال الثلاثة ينقبضوا وينعرف لهمش، ينتروا حق بويا وحق ذي الضحايا اللي مازالت حية، قاع شي منها حي وشي منها مجنون وشي قاع حي ما هو حي ميت، وذي الناس اللي ماتت. أنا نتكلم باسم بويا وباسم الضحايا اللي أباتنا انكسروا في الرشيد، في سجن الرشيد اللي في مخيمات تندوف في الجزائر، مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر. ولاني ضد الجبهة ولاني ضد القضية معاذ الله، ولاني عايدة ولاني مغربية ولاني مندسة، يا غير نطالب حقي من عند أهلي. الدول كاملة فيها العدالة، ولا هو لا لقى من قتل أبوه والله قتلت أمه والله أخته وقاس العدالة ينقال عنه خاين. أنا ماني خاينة، أنا ندور حقي. يا غير أنا ماني داخل السياسة، وهذا جانب إنساني، ما هو جانب سياسي ولا هو جانب شمبان المغرب والصحراء. أنا نطالب ضريك أصحاب قدام يزيك عمي نطلصوا حابسهم المغرب، ونطالب بويا في جبهة البوليزاري وحابسوا كاتلتوا الجبهة في الأحباس. أنا منين ليه نصد كيف قدها، نقبضنا من النص، مالنا من ذوك ولا لنا من ذوك، ومع ذلك كامل مازلنا مولي منين عندنا مالنا من ذوك ينقال عنا منهم مفرسين عنا منهم، بينا نطالبوا بحقوق أباتنا بحقوقهن الفرقوا في الأحباس. أنا المعدلة مثل كوري مطالبة بحق بويا ينتصر منذ الرجالة الثلاثة، ما نتخطاهم، بشير للسيد سيد أحمد البطل وإبراهيم قالي، هاو الثلاثة يقدموا للمحكمة، يقدموا للعدالة، لين يقولوا له بويا منين هو، منين قبره، وعلاه مكسور، علاه مكسور. وذيك المقابر الجماعية تنتصر اللي في كدية كدية هذه كدية بيلنا والله ما نعرف والله، وفي الرشيد، وذي الرجالة اللي انكتلت تنتر قبورها منين هي، ولانا ساكتين عن حقنا. وذاك اللي يقول عنا عملاء الا راهو يقولها، وذاك اللي يقول عنا خاينين الا راهو يقولها، وذاك اللي يقول عنا نخلصوا الا راهو يقولها. يا قال مالنا ساكتين عن حقنا، والصحراء ما هي الحد عن حد، صحراويين وقدمنا ما قدم رقاش. قال حق أباتنا ما ولا يمشي هباء، 45 سنة والله 43 سنة والله 44 سنة من السكات ما تنين ساكتين عن شي مولي ما مقدم فيه شي، مال الله القضية ما هي متقدمة، والحمادة عليها شي من السراريق الخونة حق العملاء اللي ما في مصلحتهم قاع استقلالها للصحراء، ولا في مصلحتهم شي واجع، مصلحتهم يسموا فم على ظهورنا نحنا يبنوا ويشيدوا. يا قال ذاك انا ما يغدالي فيه، انا دريك نطالب بحق بويا، نطالب بحق بويا بكل وضوح، كاتلوا البشير والسيد وكاتلوا سويد احمد البطل وكاتلوا ابراهيم قالي، هاو الثلاثه مسؤولين كانوا في ذاك الزمن، وينطروا لي حق بويا ويقولوا لي منين مردوه ومنين كتلوه. وعندي الشهود اللي معاه في الحبس واللي ما هي معاه في الحبس، ودوا الحمايم والفريري اللي ماشيين به من عند خيمته في السبيطيين، يعرفوا لمن سلموه ويعرفوا منين طرحوه. هذا هو اللي ندور، ما ندور فضة ولا ندور تعويضات ولا ندور شي يسوى هو شنو هو. حق بويا ننطروا من الرجال اللي زالوا مجمعين، ولا لي نسكت عنه لي نقعد بيهم في كل بلد لين ننطر حق بويا. خونا هما وعملاء هما يقتلوا أولاد الصحراويات في أمان الله ورسوله، ويقتلوهم في زمن فاصلين فيهم الباطل، فاصلة فيهم الجبهة وفاصل فيهم الشعب الصحراوي، ويقتلوا الناس المثقفة، ويقتلوا الناس أولاد الخيام الكبارات ما معروف عليه، تصفيات حسابات.
مالنا ساكتين تلينا ما يقدر قاش لي هيمن علينا هيمن على ما سمع قالت ما مانكم هيمنين علينا ولا قد حد هيمن علينا يسوى هو من هو لا الصحافة تكتب في المجلات عندكم ولا حد يسوى هو منهم وشكرا راني مطالبة المنظمات كاملة الحقوقية كاملة والحكومية والغير حكومية تقبل العدالة من ذوك الرجال اللي قاعدين غاي حالا مازالوا قاعدين كاتبين رباتنا في سجن الرشيد في مخيمات اللاجئين في تندوف ومرحبا بكم وسهلا وشكرا.